بعد واش طلب باش كتشبك في بلاصه بعيده ولا كتشبك هنا قريب؟ كتشبك في الدخله المحمديه بالضبط. يعني الدخله ديال المحمديه يعني سكتات عيطت على الديباروج اسف انهم يجيو يديوها. وفيت هي سكتات اول حاجه عيطت لها عيطت لاسيرونس ديالي، معنا عندي لاسيرونس توريسك نورمال ملي كتكون طاح لي طومبيل اون بو كيسيطو لي رومورتاج. عيطت لاسيرونس قالوا لي بان هاد الشركه اللي شاده لوطوروت هنا في الديباناج راه ما دايرينش معاهم كونفونسيون. عيطت ل 50 50 فعلا، عيطت ل 50 50 طلبوا مني معلومات ديال الطوموبيل الماتريكول السميه لومبلاسمون فين كاين، عطيتهم معلومات صيفطوا لي الديباناج. سولتهم ديك الساعه مشيت للديباناج. مشاهدي القناة الشام قناة شوف تاني، مرحبا بكم في البث المباشر مباشرة من مدينة المحمدية. هذه القصة اللي غنسمعوا ديال هذا الشاب، هذا من أغرب القصص. شاب سكتات ليه الطوموبيل يعني دابا في الطريق السيار، يعني دقائق على موعد الإفطار أو ساعة على موعد الإفطار اتصل بالديباناج الشركة ديال الديباناج أنهم يجيو يهزوا لي الطوموبيل من لوطوروش يدخلوا لي على الأقل 11 ميكانيسة يصوبها. تما كانت الصدمة الكبرى. السلام عليكم أخي. عليكم السلام. عاود لي من الأول شنو وقع لك مع الناس ديال الديباناج؟ سكتات ليا فعلا الطوموبيلة ديالي في الدخلة ديال لوطوروش ديال المحمدية. عيطت لاسيرونس ديالي اللي انا عندي لاسيرونس توريست باش يجيو يهزوا لي طوموبيل. كيعلموني بان الناس اللي عندهم لوتوريزاسيون ديال ديباناج في لوطوروت في هذه البلاصه هذه ما دايرينش معاهم كونفونسيون. قالوا لي تعيط ل 50 50 هما يتكلفوا. فعلا عيطت ل 50 50 قلت حكيت لهم شنو واقع لي بنات الشومبان. قالوا لي نعيطوا لك للديباناج عطينا الرقم ديال الماتريكو ديال الطوموبيل عطينا لهم بلاصه فين كاين. سولتهم قلت لهم شحال الديباناج هذا سيرفي بحال كتحسبوا؟ قال لي 200 درهم فورفي و 8 درهم على كل كيلومتر زايده 8 درهم على كل كيلومتر مشيتي على حسب شحال البعد بعيد على البلاصه. فعلا داكشي اللي كان جات جات للديباناج هزوا الطوموبيل دخلنا للمحمديه حطها ليا. جيت باش نخلصو طلبت منه البون لان لاسيرونس قالت لي جيب لي البون باش نروبورسي. قلت السيد عطيني البون قال لي مرحبا مشى صوبو جابو لي كيجيب لي واحد البون فيه 450 درهم. كنسولو قلت لي علاش 450 درهم؟ هي 200 درهم وعندنا جوج كيلومتر من الدخله لهنايا. قال لي فعلا عندنا جوج كيلومتر. جوج كيلومتر 16 درهم زايده 216 درهم بالحساب. اه قال لي لا بغيتي 216 درهم مرحبا ولكن ما عطاك حتى ورقه. بغيتي يعني 216 درهم كتمشي نوار في النوار. هذه الكلمه بالضبط اللي قلت لي. قال لي بغيتي لا فاكتور غتخلص 450 درهم. قلت لها شتي هادشي اللي كتقول ما يمكنش غتخلص انا 450 درهم وانا عندي ان سيرفيس ديال 216 درهم هذا لا يعقل. انا عطيك الخلاص عطيني واحد جوسيب انك شديتي من عندي الفلوس. اه رفض اتصلت ب 50 50 لا واش هذا اللي رفض واش مول ديباناج ولا اتصلت بمول الشركه اللي مول الشركه ديال ديباناج؟ الاول رفض مول ديباناج انا الشيفور قلت لي انايا هادشي دابا انت النيفو ديالك هنايا. قال لي انا ما عندي ما ندير كلشي على الشركه. اتصلت ب 50 50 دوزوا لي الشركه كيهضر معايا ريسبونسابل ديال لاسوسيتي. حكيت لي الواقع قلت لي انا راه عندي لاسيرونس بغيت لي فاكتور باش نجيسيو في البيمون ديالي باش تروبورسا تو سامبلو. قال لي لا بغيتي لا فاكتور تخلص 450 درهم بغيتي سون فاكتور سون بون 220 درهم ولا 216 درهم. يعني هو اكد يعني هذا الريسبونسابل ديال الشركه كياكد انه خدام بالنوار على طريقه 50 50. سولته علاش؟ قال لي حنا عندنا لي فري والمازوت زاد وعندنا لاسيرونس ود الناس. قلت انا اللي كنعرف عندكم اون كريت شارج دايره ليطا عاطيكم نتوما لوتوريزاسيون باش تخدموا نتوما ب 200 درهم 8 درهم كيلومتر. ولكن كنعرفوا حنا كما قلت انا كنت درت تحملات كيف ما كيقول عندك 200 درهم الا وقيله مشي لها هزاتك وكما قلت انت 8 درهم على كل كيلومتر. هادشي كيقولوا الناس ديال 50 50 ملي سولتي قلت لي علاش 450 اش قال لي؟ بدا كيعطيني شي تفسيرات قال لي قول لهم يرجعوا لي المازوت ب 7 درهم انا هادشي ما مسلكنيش انا عندي لاسيرونس عندي لي شارج عندي تي في ا بدا كيدخل معايا كل مره طاح على كل شيء خويا العزيز ماشي غير علينا حنايا غير عليه هو. انا قلت لي دابا لي 5 دقائق باش تهزوا لي طوموبيل عيط ل 50 50 قالوا لي 200 درهم من هذيك 5 دقائق لدابا باش تهبطي لي الطوموبيل ما تزاد لا مازوت والو. يعني هما في الاول قال لك 200 درهم يعني على اساس البون يعني انت يعني انت ديجا كنت ناوي تاخذ البون ديالك. شوف اي حاجه اي سيرفيس كتخلصوا خاصك واحد جوسي باش تخلصي ما كنخدموش حنا في النوار خدام مع شركه. وفي الاخر البون خديتيه ولا لا؟ ما خديتش البون. خلصتي 200 درهم؟ ما خلصش 200 درهم، بقينا ساعة ونص حنا واقفين، كنعيطوا ل 50 50، كيدوزوا لي ريسبونساب، ريسبونساب كيعيط ليه، كيرفضوا باش ياخذوا ال 220 درهم ويعطوني البون، وبقينا واقفين. واش درتوا معاه في الأخر؟ بقى في الأخر في الأخر في الأخر عيط لي ريسبونساب عاوتاني ديالو، بدا كيقول شي هضرة ما كايناش، المهم في آخر المطاف. لا واش بلاش باش نعرفوا الهضرة اللي ما كايناش، واش كيسب؟ ماشي سبا ولكن الله ياخذ فيك الحق، حنا غادي نخلصوها من عندنا، حنا كذا حنا كذا، قلت أنا 220 درهم هيا جاب لها السيد ما بغاش يشدها، عطيني على بون خذها، يرفض. يعني هو دابا انت ميشي يعني قال لك يعطيني 400 هي اللي خاطري انا ما سوقيش. هي يعطيني 450 خذ ورقه ديالك هي ما يعطيني 220 درهم ما تاخذ حتى ورقه في النوار. في الاخر مشاو خلوك. في الاخر مشاو دابا ملي بقات 5 دقائق الاذان مشاو خلوني. واخا خويا يعني كما قلت لي انك انت كما قلت لي ما تسرطاش ليك هذه القضيه يعني. ما يمكنش نخلص شي حاجه وفي النوار. يا السيد هذا هذه هي كل الشركه هي هذه هي كل انا هي كل الدوله.
رسالتك لهذا السيد هذا الغيسبونسابل بعد الشيفور كيفاش تعامل معاك من بعد ملي شافك بحالو كيفاش الوضع؟ الشيفور في جميع الاحوال كيقول لك انا ما عليا والو انا غير خدام صيفطوني ها هما هضر معاهم فعلا داكشي اللي كان كنهضروا حنا مع 50 50 لان هما الانترميدير بيناتنا ولي شركه كبيره كنهضروا على شركه اللي اوتوموف حنا ما كنهضروش على واحد عنده ديباناج ديالو شركه غونومي عندها بزاف ديال الديباناج عندها ان طريف كيليغال هو 200 درهم خصها تاخذو انا عطيتو ليها كيرفضوا ياخذوا يعني 200 درهم ما رفضوا انهم ياخذوا من عندك 200 درهم رسالتك للناس المسؤولين ديال هذه الشركه ديال ديباناج اخويا العزيز الناس المسؤولين ديال هذه الشركه ديباناج هو مادام كنعيط وكنسول على الطريف قبل ما ناخذ السيرفيس اللي هو 200 درهم خصك تجيو تلتزم معايا وداكشي اللي قلتي لي في التليفون غتقوم بالمتابعه ديال هاد الناس هادو على حساب الروطار اللي داروا ليك وعلى حساب الحال اللي داروا ليك انا واقف هنا في الزنقه انا ما انا يمكن لي ندي طوموبيلتي ما انا يمكن لي نخلص وناخذ البون ديالي بقيت واقف كنتسنى هي مثلا ديباناج مابقاوش كيخافوا اخويا العزيز حيت ملي وليت كتشوف يعني انت ماشي اول واحد كيوقع عليه هادشي ديباناجات بزاف اللي ولا كيطرا لهم بحال هكا يعني كان شي واحد ما عارفش غيعطي 400 درهم وغادي مشات على عينه السما كما كيقول فعلا داكشي اللي هما راه استغربوا ملي طلبت منهم لافاكتور ونخلص 220 درهم قالك لا سيدي حنايا 220 درهم كيعطيوش على اوراق 450 درهم عطاك عليها لافاكتور دونك حنا ولينا خدامين فواحد الحاجه اللي هي نوار ما كايناش كلير بحال خدامين كنسرقوا حنا خدامين حاجه عاديه عطيتينا سيرفيس ونخلصك كتعطيني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره من مدينه المحمديه ديال الواقعه اللي وقعت لهذا الشاب هذا نقدروا نقولوا انه بقى فيه الحال ماشي على 400 درهم فهو قال انك تخلص حتى 600-700 درهم ولكن قانونيه يعني هذا السيد هذا حسب انهم بحال بغاو يديروا ليه ديالو يعني بواحد الطريقه اللي يعني الله يعفو على هاد الناس هذو هذا هو الاشكال لان المشكل ماشي هو في المونطو شحال خلص 400 ولا 500 ولا 600 المشكل هو اللي يخلص واحد الحاجه اللي ما ناخذش عليها فاكتور اللي غادي تدوز نوار ما غاديش تاخذ الدوله حقها ما غاديش ناخذ انا جوستي باش نتعوض في لاسيرونس ديالي وريديها شركه بحال هكا واش ملي دميتو بحال قال غنتابعو قال غندير شي حاجه قالوا ما هما مشاو بحال هاتو اللي قلت لك يقول لي هذا يخلصوا حنا من جيبنا والله ياخذ فيك الحق قال لي انا كنخلصك هاك فلوسك خذها انا ما بغيتش غير ديالك يعني انت 200 درهم كتقول لي من دابا جي خذ 200 درهم ديالك قانونيه الى هنا مشاهدي قناه شاب قناه شفت هذا القدر على ملاقاكم في مباشر اخر شكرا والى اللقاء